نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الدول الغربية تدعم مقاتلين إرهابيين وترسلهم إلى سوريا للتخلص منهم، معتبرا ما يجري في بلاده إرهابا وليس ثورة. وقال الأسد في حديث إلى صحيفة الثورة إن الغربيين يعتقدون أنهم من خلال هذا الدعم يضعفون سوريا، مشيرا إلى أن ما يحصل الآن هو تحويل سوريا إلى أرض للإرهاب. وأضاف الأسد أن الدول المتآمرة على سوريا استخدمت كل ما لديها من أدوات معنوية ومادية ونفسية وسيكولوجية، ولم يبقى أمامها سوى التدخل المباشر، مؤكدا أن هذا الأمر أكبر بكثير من أن يصلوا إليه. في اسطنبول يعقد ما يسمى بائتلاف المعارضة السورية اجتماعا بهدف تعيين رئيس جديد له وتشكيل جبهة موحدة في ظل اختلافات متزايدة على وقع التراجع الميداني للمسلحين في سوريا. ويسعى الاجتماع الذي يستمر يومين إلى الاتفاق حول رئيس دائم للائتلاف خلفا للرئيس بالوكالة جورج صبرا، وتعيين أكثر من نائب رئيس، إضافة إلى تجديد المجلس السياسي وهي الهيئة الرئيسة لاتخاذ القرار. وأرجى اختيار رئيس جديد للائتلاف عدة مرات لعدم التوصل لاتفاق بسبب الصراع على النفوذ، ولا سيما بين قطر والسعودية، كما يناقش الاجتماع اقتراح عقد مؤتمر جنيف 2. ميدانيا، أفاد مراسلنا في دمشق أن الجيش السوري واصل ملاحقة الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أنه حقق إنجازات هامة خصوصا في ريفي حلب وحمص. ففي ريف حلب دمر الجيش رتل سيارات لمسلحين مزودة برشاشات دوشكا بمن فيه بالقرب من المحطة الحرارية. وفي دير الزور تم تدمير نفق شمال شرق البوسراية، ما أدى لمقتل من فيه من المسلحين. وفي ريف اللاذقية استهدف الجيش تجمعات المسلحين في كل من سلمة وكنسبة وخمام والدغمشلية وفي حمص. سيطر الجيش على حديقة العلو بالخالدية التي كانت مقرا رئيسيا للمسلحين. كما عثر الجيش على مخبأ إسرائيلي يؤكد تورط المجموعات المسلحة مع أطراف عسكرية إسرائيلية في جبر. الجيش السوري يبدأ الآن عملية عسكرية واسعة من أجل تنظيف النصف الثاني من حي جوبر. بعد مواكبتنا لسيطرة الجيش على نصف جوبر، الآن بدأت عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لاستكمال تنظيف المتبقي من الحي، الهدف منها إحكام الطوق أكثر على المسلحين ومحاصرتهم. بدأت العمليات جوبر مثل ما شايفين، طبعاً على محورين، محور دوار البرلمان وصلنا على دوار البرلمان وسيطرنا عليه، محور ثاني هلا وصلنا مثل ما صورتوا على دوار المناشير، كتلة موسيقى ومتابعين باتجاه نفق حرمل. وصلنا الجزء المتبقي من دوار المناشير، ساحة حرب حقيقية، خطوط تماس أولى، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش السوري ومسلحين أغلبهم من جنسيات غير سورية، ولا وجود مطلقا لمدنيين في المنطقة الذين غادروها من فترة ليست بالقريبة. الجيش يستهدف تجمعات المسلحين في نهاية دوار المناشر في استكمال لعملياته العسكرية في جوبر. مسلحين من كافة الجنسيات، في شيشان، في أفغانستان، في مصريين، في سودانيين، في سعوديين، كافة الجنسيات شفنا نحن جثث قتلى إليهم موجودين، أضف لأنه في تخطيط إليهم، طبعا تخطيط جبهة النصرة واضح مع أنه أعلام من ورايات على موجودين على المقاتلين الموجودين بالمنطقة. مصادر عسكرية مطلعة أخبرتنا عن وجود دشمة تطابق في تصميمها دشمة إسرائيلية تم اكتشافها بعد حرب 73 في تل الشعار في القنيطرة، ما يدل على ارتباط المجموعات المسلحة بأجهزة الكيان الإسرائيلي في هذا المكان. جوبر
تعتبر رأس حربة للمجموعات المسلحة الآتية من جميع مناطق الريف. ومع استكمال العملية كما هي مخطط لها، يتبقى أمام الجيش نفق حرملة المتاخم للمتحلق الجنوبي، الشريان الرئيسي للعاصمة دمشق، لتعلن المنطقة بالكامل منطقة آمنة. من جوبر، دارين فضل، العالم. طالبت روسيا بإدخال تعديلات على مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى وصول إغاثات بشكل عاجل إلى مدينة حمص السورية، وتنص مسودة القرار على موافقة كل الأطراف في سوريا لبذل أقصى الجهود لحماية المدنيين، بما يشمل السماح لهم بمغادرة حمص وتجنب وقوع خسائر مدنية. هذا ومن المتوقع أن تقدم موسكو قريبا مقترحاتها الخاصة بتعديل النص السابق إلى مجلس الأمن. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مساء الخير. ونبدأ نشرتنا من الحوار الخاص الذي أجراه السيد الرئيس بشار الأسد مع صحيفة الثورة بمناسبة الذكرى 50 لانطلاقتها، الذي أكد فيه أن تجربة الأخوان المسلمين في الحكم فاشلة قبل أن تبدأ. وبيّن الرئيس الأسد أن مشروع الإخوان منافق يهدف لخلق فتنة في العالم العربي، فهم أول من طرح في سوريا المفهوم الطائفي ومشروع الفتنة منذ السبعينيات. أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الوطن انتماء، والانتماء يعني ثقافة، وكلاهما يشكل الهوية. سوريا وطن يتسع للجميع، مشيرا إلى أن صمودها في وجه الفتنة كان بفضل الوعي الشعبي. وجوابا على سؤالي أن ما يحدث في سوريا ليس ثورة، قال السيد الرئيس إن أي ثورة حقيقية هي ثورة داخلية صرفة لا علاقة لها بالخارج، بينما ما حصل في سوريا ومنذ البداية كان العامل الخارجي واضحا فيه، وهذا ما حاولوا إخفاءه وأصبح اليوم واضحا بشكل مطلق. وأضاف الرئيس الأسد: الثورة الحقيقية تأتي لتعزز الوطن والمجتمع والإنسان، وتنشر العلم والمعرفة، وتبني جيشا عقائديا يخوض أشرس المعارك ويصمد في أصعب الظروف. وقال السيد الرئيس إن الهوية الأصلية العربية هي هوية معتدلة في كل شيء، لأنها تمثل تمزج حضارات عبر آلاف السنين، وهذا مصدر قوتها. لذلك يحاول الخارج أن يمزق هذه الهوية، مؤكدا أن أداء الحكومات العربية المتعاقبة أدى عند البعض للابتعاد عن المفهوم العربي برمته، وهذا خاطئ. لقد وجهت ضربات قاسية للمشروع القومي العربي، لكنه لم يمت ولم يخسر تماما حتى الآن، لأن المشروع القومي هو فكرة انتماء للقومية وبالتالي العروبة. وأشار السيد الرئيس إلى أن العقائد المشوهة المنحرفة تجعل الإنسان يحقد على أخيه الإنسان إن خالفه بالمعتقد، بالتالي الحاقد يفقد عقله ويدفعه حقده لأن يأكل قلب إنسان آخر أو يقطع رأسه. أما الغريزة الإنسانية أساسها الفطرة، والفطرة خيرة لا حاقدة. أما ضعف المبادئ والأخلاق والعقائد الخاطئة المنحرفة فهي التي تدفع الإنسان بعيدا عن العقل. وجوابا على سؤال حول ماهية الجهاد الحقيقي، قال السيد الرئيس: الإسلام دين تسامح ورحمة، وأتى لتعزيز إنسانية الإنسان وترسيخ الرحمة والمحبة ونبذ القتل. فلو عدنا للقرآن الكريم والحديث الشريف والسنة النبوية وحياة الرسول الكريم بأخلاقه وإنسانيته لما وجدنا سوى نقيض ما يقوم به هؤلاء الذين يتسترون بالدين. وأضاف السيد الرئيس أن هناك فرقا كبيرا بين الطائفية والمذهبية، فالمذهب أساسه فكري، والمدارس الفكرية أغنت الدين والممارسة. من لا يعرف الدين هو فقط من يتحدث بالطائفية، لأن الطائفة بالنسبة له حلت مكان الدين. وحول سؤال عن مشاركة حزب الله في القصير وربط ذلك بالموضوع الطائفي، أجاب السيد الرئيس أنه بعد الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية تخيلوا أن الفرصة سانحة الآن لضرب سوريا ومحور المقاومة في المنطقة، وقد حاولوا تغيير تعريف ووجه وصفات العدو والحليف لتتحول إسرائيل إلى عدو غير مرئي وتتحول المقاومة إلى عدو. هذا هو الحل الوحيد والأخير المتبقي لديهم لضرب مفهوم ومحور مقاومة إسرائيل، لكن موضوع على القصير مرتبط بموضوع المقاومة أكثر من ارتباطه بالوضع الداخلي السوري. القصير ليست بالأهمية الاستراتيجية التي أرادوا أن يظهروها بها.
وقال السيد الرئيس إن منطق الأقليات والأكثريات منطق نرفضه تماما في سوريا، إذ لا يمكن لأقليات أن تحمي دولة. الدولة تصمد بأكثريات، ليس بالضرورة أكثريات قومية أو طائفية أو دينية، وإنما أكثريات شعبية. وطالما أن الدولة صمدت وصمد معها الشعب، فهذا يعني أن الأكثرية صمدت وليست الأقلية. وردا على سؤال حول رؤية سيادته لما يجري في مصر، قال السيد الرئيس: تجربة حكم الإخوان المسلمين فاشلة قبل أن تبدأ، لأن هذا النوع من الحكم لا يتوافق مع طبيعة الناس. إن مشروع الإخوان مشروع منافق يهدف حقيقة لخلق فتنة في العالم العربي، والفتنة لا يمكن أن تستمر في مجتمعات واعية، وهذا ما جعل تجربة الإخوان المسلمين تسقط بسرعة كبيرة، لأنها خاطئة، وما بني على مبدأ خاطئ سيسقط حتما. وأشار السيد الرئيس إلى أن قرار محمد مرسي قطع العلاقة مع سوريا كان قرارا خاطئا. هذا ما قاله مثقفون وأعلاميون مصريون كبار هاجموا هذا القرار بشكل واضح، لأن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين قديمة جدا. فالفراعنة منذ آلاف السنين كان لديهم وعي للعلاقة الاستراتيجية بين سوريا ومصر. أكد السيد الأسد أنه لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت، خاصة الشعب المصري الذي يحمل حضارة آلاف السنين ويحمل فكرا قوميا عربيا واضحا. بعد عام كامل تكشفت الصورة للمصريين، وساعدهم أداء الإخوان المسلمين لكشف الأكاذيب التي نطق بها الإخوان في بداية الثورة الشعبية في مصر. أئمة وخطباء المساجد ومديرو المعاهد الشرعية والمدارس الدينية وكليات الشريعة في سوريا أرسلوا برقية إلى الرئيس الأسد، جاء فيها: لقد قرأ شعبكم معاهده وعرفه عنكم منذ سنوات، فكان حديثكم لصحيفة الثورة وافيا شاملا راقيا عاليا صادقا لامس مشاعر وعاطف الأحاسيس وعقول ووجدان الناس. لقد صححتم مفاهيم كثيرة، وخاصة عن العمل الديني وهويتنا الإسلامية وحضارتنا الإيمانية ومفهوم العلمانية، وقد أجدتم وأنصفتم وحميتم بما قلتم وطننا وأمتنا، ووجهتم بالعودة إلى القرآن الكريم وسنة النبي العظيم وحياة الرسول الكريم بأخلاقه وإنسانيته. وأضاف أئمة وخطباء المساجد إن من كان هذا معتقده وفكره ورؤيته فلن ينتصر عليه أعداؤه، وبارك الله قيادته ونهجه، وعهدا نقطعه أمام الله سبحانه وتعالى أن تبقى المؤسسات الدينية بمعاهدها الشرعية ومدارسها التربوية وكوادرها التعليمية وخطباء مساجدها راعية مؤتمنة على المضي قدما بالتمسك بالقرآن والسنة للقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف والانحراف التكفيري وتعليم الناس الإسلام كما أنزل الله سبحانه وتعالى. أكد سوريا أن الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الشريكة في التآمر على سوريا دأبت على أطلاق مواقف وتصريحات تهدف لتوفير غطاء سياسي للعصابات الإرهابية المسلحة في كل مرة عملت فيها القوات المسلحة السورية على القيام بواجبها الدستوري في حماية المواطنين السوريين من إرهاب الجماعات التكفيرية وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل مناطق الجمهورية العربية السورية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن تلك الدول أطلقت حملات تضليل وافتراء للتحريض ضد الحكومة السورية على خلفية الأعمال العسكرية الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة إرهاب العصابات الإرهابية المسلحة في مدينة حمص، في الوقت الذي صمتت فيه هذه الدول عن جرائم الإرهابيين في المدينة منذ أكثر من عام ونصف، وقدمت الدعم العسكري واللوجستي لها لإطالة أمد العنف والإرهاب. وأكد المصدر أن الحكومة السورية طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل رسمي إرسال قافلة مساعدات إنسانية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لإغاثة المدنيين المحاصرين في حمص القديمة والعمل على إجلائهم من تلك المناطق عبر ممرات آمنة يتم توفيرها لهذا الغرض. وختم المصدر بالقول أن سوريا تؤكد أن جهود قواتها المسلحة الباسلة تنسجم بشكل كامل مع مسؤولياتها الوطنية وتأتي في سياق التزامها بمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
نبدأ أخبارنا الميدانية من ريف دمشق، حيث دمرت قواتنا الباسلة وكرا لعصابة إرهابية مسلحة في بلدة حجيرة بما فيه وقضت على إرهابيين من بينهم العراقي أحمد فواز الأمير. وفي المليحة قضى بواسل قواتنا على عبد المجيد الأيوبي متزعم إحدى العصابات الإرهابية وعدد من أفراد عصابته من بينهم محمد عرفة شرقية شركة تاميكو، فيما تم القضاء على عدد من الإرهابيين غربية الشيفونية بدوما عرف منهم إياد الشالط ومحمود البرغوث متزعم مجموعة إرهابية، كما تم إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين في مزارع بلدة دير سلمان بعمق الغوطة الشرقية من بينهم الإرهابيان خالد محسن ومحمد الأحمد. إلى اللاذقية، حيث استهدفت قواتنا الباسلة أوكار الإرهابيين في قريتي الربيعة وجب الأحمر بريف المحافظة الشمالي وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم الأردني حمدان أبو عارف والسعودي بكري الحامدي والإرهابيان وسام كلو وحسام الرحال، كما تم تدمير عدد من السيارات إحداها معدل الاتصال الخارجي كغرفة عمليات وأخرى محملة بصواريخ حرارية وثالثة مزودة برشاش. في حمص أحكمت قواتنا المسلحة الباسلة سيطرتها على عدد من الأبنية في حي باب هود بالمدينة القديمة بعد أن قضت على إرهابيين كانوا يتحصنون بداخلها ويستخدمونها لإطلاق نيران رشاشاتهم وقناصاتهم على الأهالي، كما تم تدمير أوكار للإرهابيين قرب مشفى الأمل في جورة الشياح وقرب مدرسة خديجة الكبرى في حيي القصور والخالدية. وفي تلبيس دمرت قواتنا رشاشات ثقيلة على محور تلبيس السعن بريف حمص الشمالي، في حين قضت وحدة ثانية على إرهابيين قرب قرية الغجر بريف الرستن، ومن بين القتلى متزعم إحدى العصابات الإرهابية تميم عبيد وأحمد سطوف قداد. وفي ريف تدمر دمرت قواتنا الباسلة مستودع أسلحة وذخيرة لإرهابيي ما يسمى لواء الإسلام في قرية الطيبة وأوقعت العديد منهم قتلى، بينما تصدت وحدات أخرى لمحاولة إرهابيين الاعتداء على نقاط عسكرية في منطقة الزراعة والمتحف والبريكات وألحقت خسائر فادحة في صفوفهم. قوات الشرطة الاتحادية العراقية تدمر 4 أوكار لتنظيم القاعدة ومعمل لتفخيخ السيارات ومستودعا لخزن النفط المسروق والمعد للتهريب، كما قتلت القوات 31 إرهابيا من تنظيم القاعدة واعتقلت 10 بينهم المسؤول الأمني لما يسمى بولاية الجزيرة في دولة العراق الإسلامية والقائد العسكري لمنطقة 17 تموز في الموصل. في عملية استباقية نوعية ناتجة عن فعل استخباري متقدم، وجهت قوات الشرطة الاتحادية العراقية ضربات موجعة لأوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في قرى جحف وإدحلية وخمسة لوق ولزاكة الجنوبية في محافظة نينوى. فبإسناد مروحي تمكنت قوات الشرطة من تدمير 4 أوكار سرية ومعمل لتفخيخ سيارات ومستودع لخزن النفط العام المسروق والمعد للتهريب إلى خارج العراق، وأسفرت العمليات عن قتل 31 إرهابيا والقبض على 10 بينهم ما يسمى بالقائد العسكري لمنطقة 17 تموز والمسؤول الأمني لولاية الجزيرة فيما يسمى بدولة العراق الإسلامية وآمر كتيبة العبوات. كما دمرت قوات الشرطة 9 عجلات ذات دفع رباعي وكت سعتاد وأسلحة وعبوات ناسفة ولاصقة. القوات الأمنية قاعد تواصل الليل بالنهار في سبيل حفظ الأمن والاستقرار وتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب العراقي، وهذه المهمة مهمة صعبة جدا لكون العراق حاليا هو ساحة للصراعات الدولية، وهناك أيضا كثير من الدول الإقليمية والدول المجاورة تحاول إسقاط العملية السياسية في العراق من خلال استهداف العملية الأمنية في العراق. بالتالي المهمة صعبة وشاقة، لكنه قواتنا الأمنية إن شاء الله ستكون قادرة فيما إذا توفر لها الدعم والتجهيز وفيما إذا توفرت لها الإمكانيات إن شاء الله ستكون قادرة. وفي كركوك شنت قوات الشرطة المحلية غارات على أوكار إرهابية في قرى يارمجة وقراروي الكبيرة وسلام، أسفرت عن اعتقال 8 إرهابيين اقترفوا جرائم اغتيال منظمة ضد كفاءات العراق الطبية والهندسية. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد.
وفي لبنان ادعى القضاء العسكري على 27 موقوفا بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بقصد القيام بجرائم إرهابية تستهدف المواطنين والجيش والأمن اللبناني. وقال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر إن بين المتهمين على خلفية أحداث الاعتداء على الجيش اللبناني في عبرة بمدينة صيدا 3 سوريين وفلسطينيان و10 فارين من العدالة، بينهم أحمد الأسير وأبنائه والمطرب السابق فضل شاكر وشقيقه عبد الرحمن وكل من يظهر التحقيق تورطه بالاعتداء. مخابرات الجيش اللبناني بشرت بالتحقيق مع 40 موقوفا متورطين بالاعتداء على الجيش اللبناني الذي أودى بحياة 16 شهيدا من رجاله. سوريا أكدت أن مصر شهدت أمس تحولا تاريخيا عميقا يعكس وعي وحضور شعبنا في مصر وتمسكه بعروبته ورفضه التدخل الأجنبي في شؤونه الوطنية ومعارضته لأي مساس بسيادة مصر وحقوقها. وقال مصدر مسؤول في الجمهورية العربية السورية: لقد أكد شعبنا في مصر مجددا دور مصر القومي الريادي وعمق الانتماء للعروبة وقدرته على الدفاع عن مصالحه وحضارته وتاريخه الإنساني. وأشار المصدر إلى أن سقوط النموذج الإخواني أكد مجددا عجز قوى الإسلام السياسي عن إدارة الدولة وحماية التنوع الثقافي والحضاري والحريات وبناء نموذج معبر عن تاريخ الدولة الوطنية. وأكد المصدر أن سوريا شعبا وقيادة وجيشا إذ تعبر عن تقديرها العميق للحراك الوطني الشعبي في مصر والذي أثمر إنجازا كبيرا، تؤكد أن ما حدث هو انعطاف جذري ينطوي على إرادة راسخة بالحفاظ على الديمقراطية والتنوع وحق الاختلاف وممارسة العمل السياسي والتعددية السياسية ورفض أخوانة الدولة كمشروع وكيان وبنى مؤسساتية ليس في مصر فقط إنما على المستوى العربي بل على المستوى العالمي. هو ده الجيش المصري اللي عارفينه من زمن الزمن، من قبل ما نتولد، من قبل 67 كمان. هو ده الجيش المصري في وقت الشدة بتلاقيه وفي وقت الجد بتلاقيه. السيسي ده راجل جميل جدا 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 وقراراته صح، هو ده المفروض اللي كان حصل من بدري. وأشارت الجماهير التي خرجت بالميادين احتفالا بسقوط الإخوان المسلمين بأن القرارات التي اتخذتها القيادة العسكرية جاءت ملبية لمطالبها الرافضة لحكم الجماعات التكفيرية التي سعت لتقسيم البلاد على أسس مذهبية ودينية. وقالت الجماهير أن القوات المسلحة المصرية كعادتها هي صمام الأمان للحفاظ على وحدة البلاد. عرض يوم عيد بالنسبة لنا كلنا، مهما كان الشر ومهما كان الفساد اللي كان في الدولة وقت حسني، بس الناس دي برضو القسم العسكري اللي أقسموه برضو جواهم. احنا ما شفناش كمان تقدم في البلد، ما فيش حاجة خالص غير تهديد وإرهاب وتمكين ليهم. فالحمد لله اللي احنا يعني خلصنا من الاخوان، يعني الاخوان الحمد لله. يوم عيد علينا كلنا، والله يوم عيد عند عيد فعلا، يعني نحس بالامان، نحس بالمعيشه، نحس بكل حاجه ان شاء الله. واحنا ربنا يكرمنا ان شاء الله، يكرم سوريا ويكرم الدول العربيه كلها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرم سوريا بالسلام والامان والاستقرار وجميع الدائر الدول العربيه. تحيه للسيسي القوات المسلحه، تحيه للشعب مصر. مصر الدولة الحرة صاحبة الكرامة هي أمل المصريين اليوم بعد إسقاط جماعة الإخوان التي استمرت بالبلاد في دائرة التبعية الأمريكية. ويرغب المصريون في إعادة البلاد إلى محيطها القومي العربي. بحيي القوات المسلحة وبحيي الداخلية على وقفتهم، رجالة رجالة في إيد بعض في إيد الشعب المصري. وربنا ينصر مصر، ربنا ينصر مصر، ربنا ينصر مصر، ربنا يغور الإخوان في 60 داهية. إخوان سرقوا ثورة وسرقوا شعب باسم الدين، وأنا أقسم بالله العلي العظيم لا دين ولا ضمائر. ونجحت الإرادة الشعبية وسقط ابن العياط وانتهت جماعته التكفيرية المحظورة تحت نعال ثوار مصر المحروسة. من قلب ميدان التحرير بالقاهرة، عصام سلامة، الفضائية السورية. هذا هو الشعب المصري الذي يرفض ترويضه وتطويقه بالفكر المتشدد وأبعده عن ثوابته العروبية القومية، فوجه الضربة القاضية لأصحاب هذا الفكر مدعوما بمؤسسة عسكرية وطنية. بهذه القوة التي لا يمتلكها هو حتى وإن كنت أنا، فإذا وقع غير ذلك
فإن هذا مسؤولية من يقوم بغير ذلك. إلى الأمام، إلى الأمام. بات محمد مرسي رهين حماقاته وسوء أعماله في ذمة الشعب المصري الغاضب وغارقا في لجة هذا البحر الهادر بعد أن أجمع الشعب على خلعه. عزلت الدمية الإخوانية على إيد الشعب بعد أن حاولت عزل مصر عن عروبتها وعن إقليم الشمال وفرطت بكل مقتضيات الأمن القومي تاركة سيناء وقناتها طعمة بيد إسرائيل وقطر ومشيحة الوجه عن التهديد الحبشي بقطع النيل ومسدلة العمامة الإخوانية على رموز حضارة الأمة. الأمر الذي أثقل على الجماهير الغاضبة فوحدت التناقضات ضد طلع الشياطين ليزيحوه من المشهد ويعود به إلى حيث نما نبتا طفيليا في أقبية المخابرات الغربية. تعجل الإخوان نبش ما في قاعهم الإخواني على الملأ متكئين على شركائهم الحميميين في تل أبيب وعلى أشباههم من سلاطين وأمراء مهزومين من داخلهم ومنهكين بلعق جراحهم كهؤلاء، والحضن الدافئ لحانثي العهود وبائعي الضمائر في مزاد الخيانة للعرب كهذه الزمرة. أدرك الجيش والشعب المصريان الخطر الجاثم على صدورهم لمن تبقى من فلول الإخوان من قراصنة المنابر والمساجد المتخمين بالدجل والطافحين بالنفاق ومن فضائيات العمالة كمكتب الجزيرة القطري ونظرائه من فضائيات التكفير في القاهرة ملقين بهم في منافي السجون مكانهم التقليدي. وصل الإخوان إلى الحكم في غفلة من زمن ترنح فيه العروبيون ولم تسقط العروبة، فهي الفكرة السرمدية الخالدة مهما تصارعت الأيديولوجيات، وأما زبد الإخوان فيذهب جفاءً.